لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان نائب مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا. دكتور، كيف يفسر ارتفاع معدل الاعتقالات مؤخرا في حملات الدهم التي طالت أكثر من 700 مواطن في شهر آب الماضي فقط؟ الحقيقة أنا أبدأ من حيث انتهيت، بحيث أن هذه الإحصائية تشمل المعلن من الاعتقالات المعلن رسميا على مواقع وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين. فهنا الحقيقة نتكلم نحن عن الاعتقالات المعلن عنها رسميا، وما خفي أعظم، لأنه التقارير التي لدينا تقول على أنه في الأسبوع الأول من الشهر الماضي تم اعتقال نحو 500 مواطن من محافظتي بغداد وبابل فقط، لكن هذه الاعتقالات غير مشمولة. والزيادة في معدل وتيرة الاعتقالات نفهمها عندما نعرف التركيبة السكانية، طبيعة التركيبة السكانية للمحافظات المستهدفة التي احتلت أو أخذت النصيب الأكبر من هذه الحملات. بالنتيجة هنالك أعداد كبيرة من المعتقلين بتهمة الإرهاب، طبعا دون أي دليل ودون أي مجرد يعني أمور كيدية وانتقامية بخلفيات طائفية. في هذا السياق دكتور، وإلى جانب الاعتقالات التي تحدثتم عنها، سجلت جرائم قتل في حق 37 مواطنا معتقلا، ما مدى أهمية سلطة القضاء لاحترام مبادئ حقوق الإنسان في عمليات الاعتقال إلى حين إثبات التهم إن وجدت وتطبيق العقوبات وفقا للقانون؟ سابقا كنا نقول أن القضاء ينظر بعين واحدة، لكن يبدو أن القضاء يعني كفيف العينين، لأنه هذه الحالات لا يمكن أن تمر هكذا. في كل شهر لدينا حالات قتل ترافق حملات الاعتقال. هذه حالات القتل كلها، أنا أزعم أن جميع حالات القتل التي جرت بحق مواطنين مدنيين عزل لا يحملون السلاح ولا حتى حديدة أو آلة حادة يعني، لكن هو كما ذكرت الخلفية الانتقامية والدوافع الطائفية هي التي تتسبب بهذه المشاكل، بهذه الجرائم. لكن الإفلات من العقاب ويعني عدم الاكتراث بمن لا توجد محاسبة فضلا عن معاقبة، هذا هو الذي يجعل الأمر يستفحل ويتزايد ولا من مغيث كما يقولون. كنتم قد ذكرتم في إحصائياتكم أن حملات الدهم والاعتقال شملت 14 محافظة، ما هي المحافظة التي سجلت أكثر نسبة في الاعتقالات؟ بالحقيقة هي محافظة بابل، هذا الشهر كانت لها أكبر نسبة، تليها بغداد، ولكن يعني المعلن من هذه المحافظات لم يكن إلا القليل من ما حقيقة ما يجري على الأرض في العراق. وهنا أؤكد أن هذه الإحصائية تشمل فقط الاعتقالات المعلنة من قبل وزارتي الدفاع والداخلية الحاليتين. نعم، في ظل هذه الأرقام والمعدلات الضخمة والمتزايدة شهريا للمعتقلين، ما مصير المغيبين الذين تجهل عائلاتهم حتى أماكن اعتقالهم؟ هذه حقيقة يعني مشكلة كبيرة جدا، لها يعني لها تبعات كبيرة بالنسبة للمجتمع ككل، لأنه تعلمين أن المغيب أو المختفي قسريا هو شخص تم اعتقاله من قبل قوات حكومية أو أجهزة أمنية أو ميليشيات موالية لهذه القوات،
لا يعرف أحد مكان وجوده ولا تعترف السلطات باعتقاله. هنا يعني أصبح المصير يعني مخيف حقيقة، لأنه لماذا لا تعترف السلطات باعتقاله؟ لماذا لا يعلم أحد مكان وجوده؟ لأنه الأمر وراء، يعني وراء هذا الأمر جرائم ترتكب وتصفيات جسدية، وحتى دفن بشكل سري للضحايا، لجثث الضحايا. وهذا كله يحصل في العراق منذ سنوات طويلة، والمجتمع الدولي لا يأبه لهذا الموضوع، بل يعني حتى في الإحاطة الأخيرة للأمم المبعوثة الأممية في العراق حتى لم تأتي على الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، وكأن الأمر يعني مسألة عادية ولا يقتضي خطورة هذه المسألة بالنسبة لبعثة الأمم المتحدة حتى أن يذكرونها في الإحاطة. شكرا جزيلا لكم دكتور أيمن العاني، نائب مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، كنتم معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان.